التراحيب الدينية التي تقام في المساجد ومجالس الذكر تعد إحدى أبرز مظاهر استقبال شهر رمضان الكريم في محافظة حضرموت، وهي مزيج من الموشحات والأذكار والأدعية والتراتيل الدينية ينشدها ويرددها أهالي حضرموت احتفاء بالمناسبة العظيمة كتقليد سنوي يتوارثه جيلا بعد آخر. الشهر الفضيل هذا له كرامات وله نفحات وله نكهات، ومن هذه النكهات الواحد يتباشر بها، لأن الشهر يختلف عن الشهور الباقيات، فيه الخير فيه البركة فيه كل شيء. رحبوا يا صايمين شهر رب العالمين، عاده الله علينا وعلى الناس أجمعين، وهذا الشيء نحن نتبهابه ونرحبه من أول الشهر إلى آخر الشهر، إنه ما بو بديل. كما أن هناك بعض الأدعية الخاصة يحرص الحضارم على ترديدها، وهي ما تميزهم عن غيرهم، حيث يرددون بعض التراتيل الخاصة ضمن مجموعة عاداتهم مع حلول توقيت كل صلاة خلال الشهر الفضيل. استقبل المواطنين في محافظة حضرموت شهر رمضان المبارك بعادات كثيرة وتقاليد مختلفة عن جميع المحافظات الأخرى، ويرتلون كثير من العادات والتقاليد، وفي عقب كل صلاة استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لكن هذه السكينة الروحانية لا تشمل بقية تفاصيل المشهد الذي يستقبل فيه اليمنيون عامة شهر الصيام، فاستمرار الحرب والمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد عوامل مشتركة ألقت بظلالها على مظاهر فرحة استقبال الشهر الفضيل. تختلف طقوس استقبال شهر رمضان من منطقة إلى أخرى، لكن في حضرموت لها رونقها الخاص، ويحرص الناس على ممارستها للتعبير عن فرحتهم بقدوم الشهر الكريم وللحفاظ عليها كتقليد سنوي. معتز النقيب، يمن شباب، المكلا.